أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة التاسعة من ليبيا الأحرار وأبرز ما فيها. خارجية الوفاق تشكو قصف الفرناج لمجلس الأمن ومطالبات رسمية للبعثة بتحمل مسؤولية حماية المدنيين. خلافا لرواية المسمارية، أمريكا والبعثة الأممية تؤكدان أن القصف نفذته طائرة تابعة لحفتر واستهدفت مدنيين. قوة الوفاق تتقدم في محاور الخلاطات والخلة وسلاح الجو يستهدف تمركزات مسلحي حفتر في محور اليرموك. تقدمت خارجية الوفاق بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بخصوص قصف طيران حفتر لمنطقة الفرناج. وقالت الخارجية إن أي يوم يمر دون اتخاذ المجلس قرارا حازما لردع حفتر ولجمه سيؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها، تطال المنطقة كلها وليس ليبيا فحسب. ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة العدل توثيقها لحيثيات القصف، مؤكدة أن المتورطين سيكونون محل ملاحقة دولية من المحكمة الجنائية الدولية في حالة عجز القانون المحلي عن ملاحقتهم. فاجعة تلو أخرى وانتهاك يليه انتهاك، والضحايا دائما أبرياء. آخر تلك المآسي ما حصل في الفرناج من قصف جوي قتلت جراءه ثلاث شقيقات وبترت ساق أختهن الرابعة وأصيبت أمهن، كل ذلك دون أن يحاسب مرتكب الجريمة رغم معرفة الجميع بهويته. الجهات المعنية في طرابلس رغم اعترافها بالعجز الذي يفرضه الواقع في محاسبة المتورط المعلوم لديها محليا، إلا أنها تؤكد رصدها وتسجيلها لكل الانتهاكات تمهيدا لملاحقة دولية في حال عجز الملاحقة المحلية. وزارة الخارجية بحكومة الوفاق دعت مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية إلى وضع المسؤول عن القصف تحت طائرة القانون وتقديمه للعدالة، ووصفت الخارجية القصف بالغاشم، وقالت إنه مدعوم أيضا بطيران أجنبي، وإن الحادثة تعد جريمة حرب وخرقا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وزارة العدل بحكومة الوفاق بدورها قالت إنها وثقت حيثيات القصف الجوي الذي أودى بحياة ثلاثة أطفال وإصابة اثنين من عائلة إسماعيل كشيرة بمنطقة الفرناج في طرابلس، مشيرة إلى أنه في حالة عجزها عن ملاحقة المجرمين بموجب القانون الوطني نتيجة الأوضاع الواقعية، فإن المتورطين سيكونون محل ملاحقة محكمة الجنايات الدولية باعتبارها مختصة بمتابعة الحالة الليبية وفقا لقرار مجلس الأمن. وزارة العدل رغم اعترافها بالعجز عن اتخاذ إجراءات بسبب الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، إلا أنها أكدت أنها لن تتوانى عن التعاون مع محكمة الجنايات الدولية لضمان مثول المسؤولين عن هذه الجرائم أمامها حتى تأخذ العدالة مجراها وينزل العقاب العادل بمرتكبي هذه الجرائم. كل يوم بل كل ساعة تمر دون اتخاذ موقف حازم لردع العدوان على العاصمة وإيقاف الجرائم سيؤدي إلى جرائم لن تهدد فقط أمن ليبيا بل المنطقة بأسرها. هذا هو خطاب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في رسالة لرئيس مجلس الأمن. أما البعثة الأممية في ليبيا فتقول إنها تحت الصدمة من الاعتداء على منطقة الفرناج المأهولة بالسكان، واصفة ذلك بالاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء. إذن هذا هو واقع عاصمة البلاد بعد عدوان حفتر وفقا لرسائل خارجية الوفاق للمجتمع الدولي، وهذا هو المشهد الذي وثقته البعثة الأممية المصدومة. فمتى سيستجيب مجلس الأمن لدعوات التدخل لإنقاذ المدنيين؟ وإلى متى سيكتفي المعنيون بحقوق الإنسان برصد وتوثيق مشاهد قتل الليبيين؟ وما قيمة قرار مجلس الأمن القاضي بحماية المدنيين بليبيا ما لم يحمي المدنيين في حرب يستخدم فيها الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة لقصف المناطق الآهلة بالسكان؟ في السياق ذاته حمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارتا الخارجية والداخلية مسؤولية مجزرة الفرناج للبعثة الأممية التي قالوا إنها مسؤولة عن حماية المدنيين من عدوان حفتر. يأتي ذلك فيما دانت البعثة قصف منزل عائلة كشيرة بالفرناج
إلا أن إدانتها تضمنت تغيرا ملحوظا في مفرداتها بين حادثتي الفرناج والجنزور. التقرير التالي والتفاصيل. بيانات الخجولة والبيانات التي تقرأ على عدة أوجه، فلا تزعج هذا الطرف أو ذاك. لا تزال الباثة الأممية تنساق في بيانات التوصيف والتعبير عن الصدمة والقلق إزاء كل الجرائم والقصف العشوائي على المواقع المدنية في العاصمة طرابلس. ففي مجزرة الفرناج التي راح ضحيتها 3 أطفال من عائلة واحدة وجرح 8 آخرون في قصف طيران حفتر على المنطقة المكتظة بالسكان، ذكرت البعثة في بيانها أنها تحت صدمة إزاء هذا الاعتداء الذي تفيد التقارير بأن طائرة مقاتلة تابعة لما وصفتها بقوات الجيش الوطني قد نفذتها وفق قولها. واللافت هنا هو وصف قوات حفتر بالجيش الوطني هذه المرة بعد أن وصفتهم البعثة بقوات اللواء حفتر حينما قصف نادي الفروسية بجنزور القريب من مقر سلامة وموظفيه. وبالنظر في بيانات البعثة الماضية حول قصف المطارات والمواقع المدنية وحديثها في أكثر من مرة عن إرسال لجان رصد وتفقد لمواقع القصف، إلا أن اللافت فيها حتى الآن هو أنها لم تصدر عنها أي إدانات فعلية تجرم مرتكبيها، وكأنها لم تكتب إلا لقطع ملامة أو لامتصاص غضب. ولعل كل هذه المواقف الصادرة عن البعثة الأممية دفعت هذه المرة وزارة الخارجية إلى ما سمته بالموقف المتخاذل أمام استمرار قوات حفتر لقصف المواقع المدنية بالعاصمة، إلى جانب تحميل المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم وتوثيقها. وما زاد الطين بلة إزاء البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالعموم هي المواقف المزدوجة أمام هذا العدوان الغاشم الذي تتعرض له العاصمة ويقصف فيها الأبرياء منذ أشهر، في وقت كانت فيه الحماسة هي العنوان لعقد ملتقى وطني يجمع الأطراف الليبية والتهديد بعقوبات دولية لمعرقليه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من ماساتشوستس الأمريكية رئيس مؤسسة الديمقراطية لحقوق الإنسان السيد عماد الدين المنتصر. أهلا بك سيد عماد الدين. بداية، ما الذي يعنيه على الأرض مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باعتبار حفتر كمجرم حرب؟ مرحبا بك وبكل السادة المشاهدين. هذه البيانات التي أصبحت تصدر تباعا سواء من الجهات الرسمية الليبية أو من البعثة حقيقة لا تشمل خطوات عملية لإدانة خليفة حفتر وتحميله المسؤولية، سواء بيانات الصدمة التي من البعثة أو بيانات الإدانة التي تصدر الجهات الرسمية لا تتحقق فيها الشروط التي وضعتها الجهات الدولية حتى تستطيع أن تأخذ إجراءات رسمية قضائية حقوقية معينة. فلم نقدم طلب رسم مكتوب للمحكمة الجنائية الدولية، والدليل على ذلك أن بيان وزارة العدل أننا سنقوم وسنتابع وسنتعاون أي في المستقبل ثبت أننا نستطيع أن نلاحقه محليا. كذلك بالنسبة إلى إدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية، هذا لم يتحقق حتى الآن مع استمرار جرائم خليفة حفتر، أن الحكومة هي لم تقدم طلب رسمي مكتوب إلى لجنة العقوبات كما هو مطلوب حسب قرارات مجلس الأمن. طيب يعني نعم إذا نعم يعني كل الخطوات التي اتخذتها أو البيانات التي قدمتها حكومة الوفاق إلى حد الآن ليس لها أي وقع قانوني. إذن ما هي الخطوات التي يمكن اليوم لحكومة الوفاق اتباعها حقوقيا ضد خليفة حفتر بالإضافة إلى تقديم بيان رسمي، بيان مكتوب كما تفضلت؟ نعم، بالنسبة إلى التوثيق حسب معلوماتي وحسب اتصالاتي مع الجهات الدولية لا يوجد هناك تعاون بين هذه الجهات الدولية التي تتابع الانتهاكات وبين أي جهة رسمية تدعي أنها توثق هذه الانتهاكات.
وكل اعتماد هذه الجهات الدولية على المجهودات الشخصية، سواء التي تبذلها مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أو مؤسسات أو جهات ليبية أخرى غير رسمية. التوثيق غير موجود، وليس هناك اتصال وثيق بين الجهات الرسمية والجهات الدولية. ثانيا، بالنسبة إلى إدراج خليفة حفتر على قائمة العقوبات، هذه اللجنة موجود في موقعها الإلكتروني الشروط التي يجب أن تتوفر في طلبات الشكوى. لا يكفي أن تقف أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتطالب بإنزال عقوبات، لا يكفي أن تصدر بيان وتطالب فيه بإصدار عقوبات. هناك نماذج رسمية، وأقول بهذه المناسبة أن مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت قد أعدت مذكرات شكوى مطابقة للشروط التي تطلبها هذه اللجنة، وعرضناها على الحكومة، ولكن حتى الآن لم تطلب الحكومة نسخة من هذه المذكرات التي يمكن لها أن تقدمها للجنة العقوبات. الشروط موجودة، يجب طيب أن تلتزم بهذه الشروط. طيب كيف يفسر طيب سيد عماد الدين، كيف يفسر ذلك من قبل حكومة الوفاق؟ هل هو تقاعس أو شيء آخر؟ هذا سؤال صعب. الذي يهمني هو أن ما يجب أن تقوم به الحكومة لم تقم به حتى الآن. إما أن تكون هناك فوضى عارمة، قد يكون هناك نقص في الخبرة، أو قد يكون هناك شيء أخطر من ذلك، ولكن في النهاية لم يحصل أي عمل رسمي في هذا المجال، والوقت يمر، الجرائم تستمر. خليفة حفتر يتمتع دعم. طيب هذه المطالبات للمحكمة الجنائية الدولية، هل يجب أن تكون من قبل حكومة الوفاق نفسها؟ ألا يمكن أن تكون من خلال منظمات حقوقية، خاصة بعد المجازر التي شهدناها وآخرها مجزرة الفرناج؟ نحن قدمنا مذكرة شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص خليفة حفتر منذ سنتين، ولكننا كنا نعاني من موقف حكومة الوفاق الداعم لخليفة حفتر، وهذا يجعل حكومة الوفاق يجعل المحكمة الجنائية تتردد كثيرا في اتخاذ خطوات عملية. فالآن ينبغي على حكومة الوفاق أن تخاطب المحكمة الجنائية الدولية رسمياً، وتطالب بإصدار أمر قبض على خليفة حفتر لغرض التحقيق. هذا لابد من أن يحصل كتابياً ورسمياً، بل وعلناً، حتى نحرج الحكومة المحكمة الجنائية الدولية إن لم تقم بذلك. المكالمات الهاتفية لا تكفي، البيانات المذيلة بي وعلى الباغي تدور الدوائر لا تكفي، ولا يفهمها المجتمع الدولي. خطوات رسمية محددة تكون علنية، حتى يتابعها الإعلام، حتى يتابعها الحقوقيون الدوليون، ويطالب المحكمة الجنائية وغيرها باتخاذ خطوات تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة. شكرا. فينبغي على الحكومة على الجهات الرسمية أن تدعم ما يقوم به النشطاء والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال. شكرا لك رئيس مؤسسة الديمقراطية لحقوق الإنسان السيد عماد الدين المنتصر، كنت معنا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، شكرا لك. وفي سياق ردود الفعل، أكدت السفارتان الإيطالية والأمريكية لدى ليبيا أن الشقيقات الثلاث من عائلة تكشيرا قتلن في قصف جوي في طرابلس على أيدي القوات التي فرضت حصارا على طرابلس في إشارة لمسلحي حفتر. ورغم الإدانات الدولية لقصف الفرناج وتأكيدها على أن المستهدف في الفرناج ومنزل مدني، إلا أن الناطق باسم حفتر أحمد المسماري ما زال يتمسك عبر وسائل الإعلام التابعة لهم بأن الهدف مقر عسكري.
المنزل الذي تم قصفه هو مقر عسكري اتخذ غرفة عمليات وكان مصدرا خطيرا لهجمات على قوتنا. هذه رواية الناطق باسم حفتر أحمد المسمري التي زاد عليها بأن الصور والفيديوهات من موقع القصف هي صنع آلات إعلامية هدفها تشويه عمليات القوات المسلحة ومسرحية شارك فيها السراج بزيارته للموقع. أما مشاهد القتل لثلاث بنات بريئات فلها في خيال المسماري إخراج يفوق الخيال. فميليشيات طرابلس عمدت لقصف الموقع بعد قصفهم له وهي التي تسببت في القتل من أجل استثماره. هذا الهدف تم استهدافه اليوم صباحا وهو مثل ما نوهت هو مقر لعمليات الميليشيات الإرهابية. بعد ذلك خرجت علينا الآلة الإعلامية الكاذبة المضللة وهي آلة الأخوان المفلسين وجندوا حتى السراج لهذه الدعاية الإعلامية المغرضة بعد أن قاموا بقصف المقر بعد قصف القوات المسلحة بدقائق. إذا كانت كل وسائل الإعلام التي نقلت حيثيات القصف هي جزء من خطة إعلامية معادية لحفتر كما يدعي المسماري، فماذا عن بيانات جهات دولية متهمة أصلاً بتجاهل الحرب على العاصمة والتشجيع المعتدين على الاستمرار في عدوانهم، والتي دانت عملية القصف في الفرناج ومن قبلها قصف نادي الفروسية بجنزور وقبل ذلك استهداف مطار مصراتة المدني ونسبتها صراحة لطيران حفتر؟ هل يكون سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند جزءا من المؤامرة على حفتر أو عنصرا إرهابيا يقاتل في صفوف قوات الوفاق؟ إذ يؤكد أن السفارة الأمريكية أصيبت بالذهول بعد مقتل ثلاث شقيقات صغيرات في قصف جوي في طرابلس على أيدي قوات فرضت حصارا على العاصمة. ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة الموصوف من مواطن طرابلس وعديد الليبيين بأنه شاهد زور على مجازر حفتر طيلة السنوات الماضية وعلى عدوانه الأخير على العاصمة، هل أصبح فجأة عدوا لحفتر عندما يقول إن التقارير تفيد بأن طائرة تابعة لحفتر هي التي نفذت غارة على مسكن بالفرناج ويدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية التي قال المسماري إن سلامة أشاد بدقتها؟ استخدمنا في ذلك الضربات الجوية الدقيقة جدا والتي أشاد بها العدو قبل الصديق فتحي باشآغا تكلم على دقة هذه الضربات. حتى سلامة الذي اليوم خرج عنه في هذا البيان أشاد في مرات سابقة بضربات القوات المسلحة وبدقة الضربات وبكذلك انتقاء الأهداف. الناطقة باسم اليونيسف بليبيا آلاء المصري من جانبها أكدت أن القصف على الفرناج طال منزلا وموقعا مدنيا وليس موقعا عسكريا كما تدعي رواية أعوان حفتر، ولكن الذي أعماه الباطل عن رؤية الحق سيظل مصرا على بهتانه إلى أن ينقطع حبل أكاذيبه، وهو حبل قصير مهما بدا طويلا. ونبقى مع ملف مجزرة الفرناج، حيث دعت مايا كوكيجانيتش الناطقة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين. هذا وقالت كوكيجانيتش في بيان تعليقا على مجزرة الفرناج إن الغارات الجوية التي نفذت في المناطق الحضرية في طرابلس وحولها زادت من معاناة الليبيين، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم مسؤولية كاملة على حد تعبيرها. وأضافت كوكيجانيتش أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية ويتعين على جميع الأطراف إنهاء الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا ودانت الهيئة العامة للأوقاف في طرابلس الغارة الجوية على المدنيين في الفرناج والتي راح ضحيتها ثلاثة من أطفال عائلة قشيرة وأصيب اثنان آخران. وأبدت هيئة الأوقاف في بيان لها استغرابها من صمت أعيان ووجهاء وطلبة العلم بالمنطقة الشرقية تجاه العدوان على طرابلس الذي يقوده مجرم الحرب حفتر وحكومته الخارجة عن الشرعية وحربه المزعومة على الإرهاب التي راح ضحيتها أكثر من 4000 قتيل وفق البيان. كما وصفت الهيئة مجزرة الفرناج بوصمة عار مدوية على كل من أعان وخطط وقاتل تحت راية ألوية العدوان على طرابلس وأهلها الآمنين وفق نص البيان.
من جهتها أعربت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا عن أسفها لاستهداف المدنيين بمنطقة الفرناج بطرابلس وأكدت دعمها لهم. جاء ذلك في لقاء مع وزير الخارجية محمد سيالة الذي أكد ضرورة حماية المواطنين، وقال إن مجزرة الفرناج جريمة أخرى تضاف إلى جرائم حفتر ولا تسقط بالتقادم. هذا وتتواصل الإدانات المحلية والدولية لمجزرة الفرناج التي تسببت في مقتل 3 بنات من عائلة واحدة وجرح 8 آخرين بسبب غارة لطيران حفتر. واتفقت هذه الإدانات على تحميل المسؤولية الكاملة لحفتر وقواته، كما طالب أغلبها بفتح تحقيق في المجزرة ومحاسبة المتورطين فيها. لم تتوقف الإدانات المحلية والدولية لمجزرة الفرناج التي راح ضحيتها 3 أطفال من عائلة واحدة، ولم تقتصر على ردود الفعل الدولية، بل حتى منظمات وجهات دولية نددت بالحادثة رسميا وعلى الجانب المحلي، حيث دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف طيران حفتر لمنطقة الفرناج وحمل المسؤولية للبعثة الأممية التي دعاها للعمل على حماية المدنيين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الغارة الجوية التي قالت إن تقارير تفيد بأن طائرة تابعة لحفتر نفذتها، ودعت إلى وقف فوري للهجمات العشوائية، مشيرة إلى أنها لن تقف متفرجة أمام جرائم الحرب التي ترتكب وفق قولها. سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وممثل منظمة اليونيسف أعربا أيضا عن إدانتهم لاستهداف المدنيين بمنطقة الفرناج في طرابلس، داعين من وصفوها بالأطراف المتقاتلة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. من جهته قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنهم أصيبوا بالذهول بعد مقتل 3 شقيقات صغيرات على أيدي قوات فرضت حصارا على العاصمة، وهو موقف مشابه لبيان السفارة الإيطالية التي دعت إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية ولكل القصف الجوي غير المقيد. محليا ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الجريمة تندرج ضمن أفعال قوات حفتر الإرهابية وتعد ضمن جرائم الحرب وانتهاكا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. أما رئاسة أركان الجيش الليبي فقد حملت حفتر ومسلحيه المسؤولية الكاملة عن كل الخسائر والأضرار التي تسبب فيها القصف. كما حمل حزب العدالة والبناء والمكتب السياسي لحزب التغيير من وصفها بميليشيات حفتر مسؤولية قصف الفرناج، داعين الرئاسي والهيئات القضائية المعنية بتوثيق الجرائم لرفعها أمام المحاكم المحلية والدولية واتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار هذه الأفعال. أما بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا فأعربت عن أسفها لاستهداف المدنيين بمنطقة الفرناج بالعاصمة بطرابلس، وأكدت خلال لقاء مسؤوليها بوزير الخارجية محمد سيالة دعمها للمدنيين. دورها استنكرت الهيئة البرقاوية هذا القصف محملة البعثة الأممية بليبيا المسؤولية الإنسانية. ورغم توالي هذه البيانات الدولية والمحلية المنددة بقصف طيران حفتر على الفرناج، إلا أنها لا تتعدى مرحلة الإدانة والشجب دون اتخاذ أي خطوات رادعة على الأرض لحماية المواطنين المدنيين ووقف العدوان على العاصمة. وفي آخر تطور للحدث، سير مركز الطب الميداني ودعم الثلاثاء رحلة علاجية لزوجة إسماعيل كشيرة وابنته إلى إيطاليا لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتهما في القصف الجوي الذي نفذه طيران حفتر في منطقة الفرناج. ونفى المركز الأخبار التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي والتي أفادت بوفاة زوجة كشيرة، وقال إن هذه الأخبار عارية عن الصحة وإن المرأة في طريقها إلى إيطاليا لتلقي العلاج. وكان الناطق باسم وزارة الصحة فوزي أونيس قد أكد مقتل 3 أخوات من عائلة كشيرة وبتر رجل أخرى، إلى جانب إصابة 8 آخرين جراء قصف منزل لهن بمنطقة الفرناج.
إلى خبر آخر، حيث طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بضرورة دعوة مجلس الأمن إلى فرض حظر طيران عسكري فوق أجواء ليبيا. وقال المشري في رسالة وجهها للسراج إن إيقاف الطيران العسكري في الأجواء الليبية سيسهم في التقليل من الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الطائرات الأجنبية الداعمة لحفتر وفق قوله. وأضاف المشري أن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الخطيرة يشجع حفتر على تكرارها، الأمر الذي سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفق نص الرسالة. على الصعيد الميداني، أفاد أمير محور صلاح الدين محمد الضرات لليبيا الأحرار سيطرة قواتهم بشكل كامل على محور الخلاطات وطرد مسلحي حفتر من محيط معسكر اليرموك. من جهته قال أمير غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب علي بوزيان إن قوات الوفاق تمكنت من تدمير 4 آليات تابعة لمسلحي حفتر، 3 منها تحمل مدافع 23 وواحدة محملة بالذخيرة وفق قوله. في رد فعل لقوات الوفاق على مجزرة الفرناج، شنت صباح الثلاثاء هجوما واسعا على قوات حفتر في محاور الخلاطات والرملة والنهر المجاورة لمعسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس. هجوم أكد أمير محور صلاح الدين محمد الضرات أنه أفضى إلى السيطرة الكاملة على محور الخلاطات وطرد مسلحي حفتر من محيط معسكر اليرموك بعد استهداف مسلحي حفتر بمختلف الأسلحة الثقيلة وتدمير عدد من الأليات التابعة لعناصر حفتر. إلى جانب ذلك قال أمير غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب علي بوزيان إنهم سيطروا على العمارات الموجودة بمحور الخلاطات وأنهم وصلوا حتى ما يعرف بسوق غزة في 4 شوارع السويحلي حيث كان يتمركز مسلحو ألكاني التابعون لحفتر. بالتزامن مع تحركات الأرض لم يغب سلاح الجو الليبي عن مساندة القوات البرية حيث نفذ 4 ضربات جوية استهدفت 3 آليات وتجمعا لقوات حفتر في محوري اليرموك والخلاطات. السيطرة على محور الخلاطات والتقدم في محور اليرموك تكمن أهميتهما في كونهما أقرب النقاط المؤدية لعمق العاصمة طرابلس، حتى أن قوات حفتر ما فتئت تحاول إحراز أي تقدمات فيهما منذ بدء العدوان ولكن دون جدوى. وحول آخر المستجدات الميدانية ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس آمر محور عين زارة يوسف لامين. أهلا بك سيد لامين، ما هي آخر التطورات الميدانية في محاور القتال اليوم؟ بالنسبة لمحور عين زارة اللي هو الكحيلي بالتحديد، كان اليوم في تقدم من قوات حكومة الوفاق، وحقيقة كان التقدم موفق جدا من القوات، وكان في تمركزات جديدة من العدو، وكان فيها في ضرب بعض الآليات للعدو في محور عين زارة بالتحديد لكحيلي وفي منطقة رعيبيه بالتحديد. وبالنسبة للمحور الثاني حقيقة كلها كانت تقدمات موفقة وكانت طيبة، اللي هو في محور الخلاطات وفي محور اليرموك وفي محور النهر، كانت كلها تقدمات طيبة وممتازة وحافظوا عليها وخذوا مراكز جديدة ومحافظين عليها حاليا قواتنا. طيران الوفاق كان قد شن عدة ضربات على مواقع وتمركزات لمسلحي حفتر، هل لديك أي تفاصيل عنها؟ نعم، كان اليوم في طيران حكومة الوفاق كان مساند لقواتنا على الأرض. طبعا بالنسبة لإنذار حقيقة ما كانش في مساندة منا، لأن كانت الاحتداث وكان الاشتباك القوي كان هو في الخلاطات وكان في النهر وفي اليرموك، فكان هي العمليات كلها كانت في جهات هذه. بالنسبة لجهات نحن بالتحديد، بالنسبة لي نحن حسب أوامر الغرفة إن ما كانتش فيها مساندة من الطيران، وكانت الغرفة حقيقة هي أعطتنا بعض الأوامر رانوك كمحور عين زارة يعني، ولكن المحاور الثانية كان في مساندة من الطيران والأمور طيبة والحمد لله رب العالمين. شكرا لك آمر محور عين زارة سيد يوسف الأمين، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا لك. في سياق متصل، أرجع قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر سبب فشل مسلحيه في الدخول إلى طرابلس حتى الآن رغم دخول الحرب شهرها السابع إلى الخوف على حياة المدنيين. وقال حفتر في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إنهم قادرون على إنهاء المعركة في يوم أو يومين، إلا أن ما يؤخر حسبهم للمعركة هو الخوف على حياة المدنيين على حد قوله.
ليس لدى حفتر وهو يحصد ثمار حساباته العسكرية الخاطئة بعد مرور أكثر من 6 أشهر من عدوانه على طرابلس إلا أن يعلق أسباب فشله العسكري على المدنيين. حفتر حاول أن يظهر بمظهر إنساني وهو يبرر أسباب فشله في تحقيق أي اختراق في سعيه للسيطرة على طرابلس، حيث قال في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية إن لدى مسلحيه القدرة على إنهاء الحرب في طرابلس خلال يوم أو يومين، وإن ما يؤخر الحسم هو الخوف على أرواح المدنيين بالعاصمة. تبرير يبدو أقبح من استهدافه المتكرر للمدنيين منذ بدء عملياته التي سماها الفتح المبين عبر الطائرات والدبابات والقذائف ورجمات الصواريخ، وكلها أسلحة تستخدم في المساحات المفتوحة لما لها من قدرة تدميرية هائلة، ما أسفر عن وقوع المئات بين قتيل وجريح في أحياء العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية. أحياء عين زارة والخلة وصلاح الدين شاهدة على حرص من قال في خطاب عدوانه: من دخل بيته فهو آمن، حيث لم تفرق قذائف مسلحيه وقنابل طائراته بين مستشفى ولا مسجد أو مدرسة، بل ولم تميز صواريخه بين طفل وامرأة أو بين مسلح ومدني. وإذ ينظر البعض لتبرير حفتر لفشله العسكري أنه غير منطقي وتفنده الوقائع على الأرض، يبقى الثابت في الأمر أن استهداف المدنيين أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة مسلحي حفتر التي قتلت المئات وسوت أحياء مدنية بالأرض في حروبها السابقة في بنغازي ودرنا والجنوب. ليس تصريح حفتر هذا لوكالة سبوتنيك بشأن الحسم العسكري في طرابلس الأول من نوعه، فقد سبق أن صرح خلال بداية العدوان أنهم سيتمكنون من السيطرة على العاصمة خلال أسبوع، لكن آماله تلك سرعان ما تحطمت على أسوار العاصمة. وأمام الفشل في تحقيق أي تقدم عسكري، تبقى الأبواب مفتوحة على مزيد من التصريحات المقبلة بشأن أسباب تأخر السيطرة، والتي ربما ستبحث عن شماعة أخرى لتعليق الفشل عليها غير المدنيين ورفض الاعتراف بأن الليبيين أدركوا خطورة مشروعه وهم يتصدون له بدمائهم وأرواحهم. وينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عبد الله صباقة، القائد الميداني بمحور أسواني. ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية في محور أسواني اليوم. سيد صباقة، هل تسمعني؟ أهلا وسهلا بك أخي رفع، وأهلا بالسادة المشاهدين مشاهدين قناتكم قناة ليبيا الحرار، وأهلا بالسادة ضيوفك على هذه المنبر الحر للإعلام. أهلا بك، سألتك عن يعني الأوضاع الميدانية اليوم في محور أسواني، كيف تبدو؟ أولا نترحم على أرواح شهدائنا الذين سقطوا دفاعا عن الأرض والأرض، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا. الوضع الميداني في محور أسواني اليوم يشهد هدوء. قامت قواتنا باستهداف التمركزات للعدو بالمدفعية الثقيلة، هناك طيران حربي للعدو نهار اليوم يحلق بالكثافة في محور السواني، ولكن لا وجود لقصف ولا وجود لأي اشتباكات اليوم في محور السواني. نعم، أبطالنا في ثباتهم متمركزين ثابتين في انتظار الأوامر. طيب، قوات حفتر أين تتمركز الآن؟ تتمركز بجوار وسط مطار طرابلس. نعم، هذا المحور. طيب، هل نفذ طيران الوفاق أي غارات جوية اليوم على مواقع مسلحي حفتر؟ نعم، قام طيران الوفاق بتنفيذ غارات جوية، وقام باستهداف قوات المتمرد حفتر هؤلاء المجرمين، وقام باستهدافهم بدقة الحمد لله. طيب، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس عبد الله صباقة، القائد الميداني بمحور أسواني، شكرا جزيلا لك. ونبقى مع ملف العدوان، حيث يوافق اليوم 15 أكتوبر الذكرى 5 لدخول مسلحي عملية الكرامة إلى مدينة بنغازي ونقلهم الحرب إلى داخلها. وبعد مرور 5 سنوات على الحدث، يسعى حفتر هذه الأيام لتكرار سيناريو بنغازي في طرابلس، رغم الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات وتدمير معالم المدينة. في مثل هذا اليوم من عام 2014
شهدت بنغازي اجتياح حفتر ومسلحيه لأحياء المدينة الثانية في البلاد بمساندة ما عرف بالصحوات من أحياء داخلها، عقب وعود أطلقها حفتر بأنه سينهي خدمته العسكرية بعدما أسماه معركة تحرير بنغازي. بنغازي دفعت ثمنا باهظا من أرواح أبنائها وتعرضت لدمار كبير في العمران من أجل تحقيق أهداف حفتر الذي كذب على الجميع بادعائه أنه يحارب الإرهاب، فقتل الأطفال والشيوخ وهجر مئات الآلاف من سكان المدينة من بيوتهم، وفتح الباب لاغتصاب المنتسبين إليه والمنضوين تحت لوائه للممتلكات الخاصة والعامة. وبعد مرور 5 سنوات ها هو حفتر من جديد يمتضي صهوة أوهامه ويهاجم عاصمة الليبيين بنفس الدعاوى التي دمر بها بنغازي وهجر بسببها أهلها. مئات القتلى، ثلثهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 120,000 نازح جراء حربه المجنونة على طرابلس بحسب تصريحات رسمية. محاولة تكرار سيناريو بنغازي في طرابلس يحول دون قبوله شعبيا مشهد الدماء والأشلاء والتهجير والإقصاء الذي صاحب كرامة حفتر هناك. فجرح بنغازي لا يزال ينزف، وإلقاء جثث الأبرياء على قارعة الطريق لم يتوقف حتى بعد هذه المدة الطويلة، والشرخ الاجتماعي لا يزال ماثلا، ووعود الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء فيها لا تزال بعيدة المنال. طرابلس تنظر بعين الحسرة إلى بنغازي الجريحة وترفض أن تسمح لحفتر بأن يكرر جرائمه فيها، وهو ما دفع الآلاف من أبنائها وأبناء المدن المجاورة وأبناء مدن أخرى للوقوف في مواجهة طوفان كرامة حفتر المزعومة. ولسان حالهم لن نرضى بذبح أهل طرابلس وتدمير بنيانها وتهجير مئات الآلاف من أهلها مهما كلفنا ذلك. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب سليمان بن صالح المحلل الأمني والعسكري. حفتر قال إن الخوف على حياة المدنيين هو ما يؤخر الحسم العسكري. برأيي كل أنواع الأسلحة التي يستخدمها حفتر في حربه على طرابلس والقصف العشوائي، هل كل هذا يدل بأنه خائف على حياة المدنيين حقا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لم يقل هذا العذر أو لم يقدم هذا العذر في بداية اجتياحه لمدينة طرابلس عندما قال سندخل طرابلس في خلال 48 ساعة. الآن بعد أن مضت على هذه الحرب أكثر من 6 أشهر ووجد نفسه لم يتقدم مترا واحدا من الأماكن التي وصلها في 4/4، بالتأكيد لن يقول أنه انهزم وأنه لن يكون باستطاعته تقدم نتيجة لما يجابهه أو تجابه قواته من مقاومة شديدة حقيقة حتى كل الثورات. لذلك ليس أمامه إلا مثل هذه الكذب يقدمها لأتباعه ومؤيديه حتى يعني يخرج من هذا الحرج الكبير والشديد. يعني طيب، يعني برأيك لماذا يعلق حفتر فشله في دخول طرابلس على شماعة الخوف على المدنيين؟ قلت لك سيدي الكريم، يعني ليس له من أعذار أخرى يستطيع أن يقدمها لأتباعه ولأحفاده ولمريديه، يعني لا يريد أن يقول أننا فشلنا، ولذلك يعني يقدم هذه الأسباب الواهية التي لا يصدقها حتى الأطفال. يعني هو نجده يرمي صواريخه العشوائية في كل مكان وقذائفه وطائراته تهاجم الأحياء السكنية وتقتل المدنيين والأطفال وتقتل وتدمر، وجنوده يخربون ويسرقون وينهبون ويأسرون ويقتلون الأسرى، ومع ذلك ما زال يعتقد أنه لا يريد أن يدخل طرابلس حفاظا على حياة المدنيين. نحن نتس يعني أي نوع من هذا الحفاظ الذي يدعيه؟ لو كان هذا حفاظا ما يفعله فكيف سيكون عدم الحفاظ على أرواح المدنيين؟ نعم. اليوم ذكرى دخول قوات حفتر لبنغازي، أي عبرة يمكن أخذها من تخوف تكرار ذات السيناريو في طرابلس؟ نعم، هذا الكلام قيل منذ فترات طويلة حقيقة. الشيخ صالح القرياني يعني حفظه الله يعني حذر من أن هزيمة تلك الكلة المجاهدة الصابرة في مدينة بنغازي سيكون حفتر يعني او ستكون سببا في انتقال حفتر الى مدينه طرابلس. في ذلك الوقت يعني لم يسمعه احد ولم ياخذ كلامه احد على محمل الجد. يعني نحن الان نقف على هذا الكلام فعلا. حفتر على ابواب طرابلس يقتل ويهجر ويدمر، ورغم من ذلك يعني
يعني هناك أيضا مازال من يقول بأن حفتر ربما يدخل لطرابلس لأعتقد أنه يريد أن ينشر العدالة والحقيقة والحكم المدني وما شابه ذلك. هناك من طرابلس نفسها من ينتظر في حفتر، يعني لا أدري لماذا، يعني الشباب يموتون كل يوم من أجل الدفاع عن طرابلس وآخرون ينتظرون حفتر سواء في طرابلس أو في غيرها من المناطق الغربية. خذ مثال على ذلك، هناك قاعدة موجودة هي قاعدة الوطية في المنطقة الغربية تحيط بها المدن الغربية من كل مكان، وهذه القاعدة استخدمها حفتر لقتل أبناء طرابلس وتدمير أحياء طرابلس. لم ينتفض أحد، لم يقل أحد من أهل هذه المنطقة يعني أو على الأقل يستنكر وجود حفتر في هذه. نعم. طيب بالحديث عن أو بالعودة للحديث عن الأوضاع الميدانية بعد تقدم قوات الوفاق اليوم، كيف تقيم سير المعارك على الأرض؟ الحقيقة يعني اليوم يعني كانت انتفاضة جيدة في بعض المحاور، كان هناك قتال شرس، قوات حكومة الوفاق كانت هي البادئة، تدخل الطيران الحقيقة كان له يعني دور كبير يعني في إلحاق الكثير من الخسائر لقوات الهامش حفتر، أيضا اشتراك المدفع في هذه المعركة كان له أثر الفعال يعني في الحرق ايضا خسائر لقوات حفتر. ما حققه الشباب المجاهد اليوم المدافع عن مدينه طرابلس الحقيقه كثير جدا، وترفع لهم القبعه ويشكرون على هذا الصبر وعلى هذا التباد. والحقيقه يعني اعتقد ان قادم الايام سيكون الامور اصعب بكثير على ما هي عليه الان على قوات حفتر، حيث ان هناك ربما الدعم سياتي الى هذه القوه، وهذه القوه ايضا نعم. نكتفي معك بهذا القدر. كنت معنا عبر خدمة سكايب سليمان بن صالح المحلل الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لك. وغير بعيد عن ملف العدوان، قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الولايات المتحدة تتأرجح في عهد ترامب بين دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ودعم حفتر، بينما تقدم كل من مصر والسعودية والإمارات وروسيا دعما ماديا لحفتر. ودعت صحيفة الأطراف الخارجية إلى الضغط على حفتر لسحب قواته من طرابلس وتنفيذ حظر الأسلحة، مضيفة أن هناك فرصة لمؤيدي حفتر الإقليميين لتحسين سمعتهم الدولية مع الجهود التي تبذل للسلام. وأشارت ذا هيل إلى ضرورة نشر قوة مراقبة معتمدة من الأمم المتحدة بشرط أن يكون لهذه القوة ولاية ضيقة تركز على حماية الأصول والمؤسسات والمواقع المحددة ومراقبة انسحاب القوات واتفاق وقف إطلاق النار. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يبحث تطوير جودة زيت الزيتون المحلي لإمكانية تصديره إلى خارج ليبيا. كل ما يمس حياتنا تحركه مؤشرات مختلفة تشكل حاضرنا وتتنبأ بمستقبلنا، تتحكم في مواردنا وتقيم اقتصادنا وتجيب عن تساؤلات تشغل الكثيرين منا. رحلة هذه المؤشرات ستتوقف عندنا لتصل إليكم. المؤشر يأتيكم في الأوقات التالية. خارجية الوفاق تشكو قصف الفرناج لمجلس الأمن ومطالبات رسمية للبعثة بتحمل مسؤولية حماية المدنيين. خلافا لرواية المسماري، أمريكا والبعثة الأممية تؤكدان أن القصف نفذته طائرة تابعة لحفتر واستهدف مدنيين. قوات الوفاق تتقدم في محاور الخلاطات والخلة، وسلاح الجو يستهدف تمركزات مسلحي حفتر في محور اليرموك. أهلا بكم من جديد.
ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع وفد من مصر آخر التطورات وسبل إعادة إحياء العملية السياسية. وبحث سلامة سبل السير في الإصلاحات الاقتصادية في اجتماع له مع وفد مصر المكون من عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد الرعيض إلى جانب عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب. من جانب آخر، طالب عميد بلدية بوسليم عبد الرحمن الحامدي البعثة الأممية طلبها بالعمل على هدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم للنازحين. ومن جانبه، حث منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة يعقوب الحلو خلال زيارته لبلدية بوسليم جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة النازحين طوعيا إلى بلادهم. جاء ذلك في لقاء بحث خلاله الحامدي مع البعثة الأممية ملف دعم العائلات النازحة وإشكالية استغلال المدارس مع بداية العام الدراسي. في هذا الاجتماع واستمعوا إلى المطالب وإلى الهواجس وإلى المخاوف من كل الأطراف، ومن الممكن أو متأكدين أنهم سيقدمون بعض الدعم، كل حسب اختصاصه. انه اول واكبر عملية انسانية بليبيا واضح جدا انه يقوم بها الليبيون بنفسهم، يعني ما شاهدناه اليوم من حفاوة وكرم واستضافة وفتح القلوب وفتح البيوت لأهلنا الليبيين اللي اضطرتهم هذه الظروف الاستثنائية انهم يتركوا ديارهم وبيوتهم وحوشهم وينزحوا إلى بلدية أبو سليم وكل البلديات الأخرى التي استضافت أعداد كبيرة من النازحين. إلى إفرن، حيث بحث منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو الأوضاع الإنسانية في المدينة خلال زيارة له رفقة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والأممية. وبحث الحلو مع عميد بلدية إفرن حسين كافو وعدد من المسؤولين بالبلدية مسألة التعاون الفني والتقني وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني. وتفقد منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا مستشفى إفرن العام واطلع على احتياجاته والمشاكل التي تواجه الإدارة، كما زار بعض المدارس ومراكز إيواء النازحين في المدينة. هذه الزيارة الأممية والتي تتكون من عدد من منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني هي للوقوف على الأحوال والتفاكر أيضا مع المسؤولين في تقوية وتنمية شراكتنا الاستراتيجية والوقوف على مش الاحتياجات، لأن الحمد لله ليبيا بخير، بس في نقاط يمكن يكون فيها مجال للتعاون التقني والفني والاستفادة من الخبرات التي تتوفر يعني خدمة لأهالي ليبيا. بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغة مع القائم بأعمال السفارة البريطانية بليبيا نيكولاس هوبتون تدريب العناصر الأمنية بالوزارة وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن اللقاء بحث فاق التعاون بين وزارة الداخلية والمملكة المتحدة وناقش عددا من المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إطلاق مشروع لدعم السلم الأهلي ورفع الوعي المجتمعي حول اليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل. وقالت الوزارة إن المشروع يتضمن في مرحلته الأولى بناء المعرفة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ودور المجالس البلدية والإدارة المحلية في القضاء عليه من أجل تعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. يشتكي سكان محلة الحمرة ببلدية بنت بيا من ضعف التيار الكهربائي وتذبذبه رغم دخول محطة باري الغازية على الشبكة العامة منذ أشهر. وألقت هذه المشكلة بظلالها على كافة مناحي الحياة بالمنطقة التي يعتمد أغلب سكانها على الزراعة، ما تسبب في تعطل الكثير من مضخات المياه ناهيك عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
رغم دخول محطة أوبار الغزية على الشبكة العامة منذ أشهر، فإن محلة الحمراء الواقعة ببلدية بنت بيا تعاني منذ فترة تذبذب التيار الكهربائي. بالنسبة لتذبذب الكهرباء بمحلة الحمراء والناتج عن احتراق أحد المحولين المغذيين لهذه المحلة بقدرة 500 ميجاوات، احترق المحول بسبب تذبذب الكهرباء في الفترة الماضية، وإمكانية استبدال المحول بآخر جديد، احنا عارفين الحرب الحاصلة في طرابلس أدت إلى عدم وصول هذه المحولات للمنطقة وخلو مخازن الشركة في سبها من المحولات والمعدات. تذبذب التيار الكهربائي ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة بالمنطقة التي يعتمد أغلب سكانها على الزراعة، حيث تسبب في تلف مضخات المياه وإضعاف شبكات ري المحاصيل الزراعية. كما نعرف أن هذه المنطقة زراعية، وعن طريق الخيرين تم توفير محول كهربائي. طبعا تضرر المحول الكهربائي من نتيجة التذبذب، طبعا اتحرق، فالمنطقة تحتاج إلى إصلاح المحول الكهربائي بقوة 500 ميجاوات لرفع معاناتهم وفصل المنطقة هذه عن المحول اللي تتغذى منه كثير من المزارع اللي حوالي المخطط. في سنة 2017 أواخر 2017 تحصلنا من عن طريق جهود الخيرين في شركة الكهرباء على المحطة اللي الآن موجودة، ولكن تعرضت للعطل الآن أكثر من 7 شهور، ورجعنا إلى نفس خط التغذية الأول، وقاعد المعاناة لا زال المواطن يعاني من نفس المشكلة اللي هي تذبذب في التيار الكهربائي. الآن بعض مساكن الجهد في ظل محطة وشغل محطة أوبار الغازية 150 داخل المنازل، وهذا من 220، ومما يؤدي أيضا إلى خسارة للمواطن في ممتلكاته. المواطنون هنا يناشدون الدولة لإيجاد حلول جذرية لمعاناتهم المستمرة، والمسؤولون بالشركة العامة للكهرباء يؤكدون عدم قدرتهم على حل المشكلة في الوقت الحالي بسبب الحرب الدائرة بالعاصمة التي حالت دون وصول معدات ومحولات جديدة. انطلق بالعاصمة طرابلس الاثنين المؤتمر الدولي الأول للتأمين بحضور وزير الاقتصاد علي العساوي وشخصيات مختصة بالتأمين. ويستمر المؤتمر على مدى يومين، ويهدف وفق القائمين عليه إلى تقديم مقترحات لقوانين تختص بالتأمين التكافلي والصحي. التأمين التكافلي في ليبيا، الواقع والآفاق، شعار انطلق به المؤتمر الدولي الأول للتأمين في ليبيا برعاية وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني ومشاركة عدد من شركات التأمين، والهدف فتح آفاق جديدة للتأمين عبر طرح برامج حديثة. هو هذا الملتقى الدولي الأول للتأمين في ليبيا، هذه دورته الأولى، بداية طيبة ويفترض أن تكون مستمرة ودائمة كل سنة، ليلتقي فيها خبراء التأمين والعاملين في سوق التأمين لمناقشة هذا السوق وهذه مفاهيم التأمين المختلفة. في هذه الدورة كان العنوان هو التأمين التكافلي، محور هذه الدورة هو التأمين التكافلي، وبالتالي نوصي بالاستمرار في مثل هذه الندوات وهذه اللقاءات لما لها من تأثير إيجابي على صناعة التأمين في ليبيا. المؤتمر الذي يناقش موضوعات التأمين التكافلي والتأمين الصحي يحظى بمشاركة كبرى شركات التأمين التي تعتزم الدخول في مجالات عديدة عبر عرض برامجها في المعرض المخصص بالمؤتمر. الدورة الأولى نتعرض فيها للحديث عن التأمين التكافلي وأيضا التأمين الصحي. طبعا هذين اخترنا هذين الموضوعين بالذات باعتبارهم من أكثر المواضيع لها علاقة بحاجة المواطن، يعني وهي أيضا في حاجة إلى سن العديد من التشريعات والتنظيمية لأنها حديثة في ليبيا، وبالتالي سيكون خلال هذا الملتقى مجموعة من الورقات يلقيها أساتذة متخصصون في قضايا التأمين التكافلي وأيضا التأمين الصحي. التنويع في الخدمات التأمينية للشركات عامل مساعد في زيادة النمو للاقتصاد الوطني، خاصة أن الدخل العام لهذه الشركات يمكن أن يكون أحد أهم الموارد للميزانية العامة للدولة.
نظم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورشة عمل لبحث تطوير جودة زيت الزيتون المحلي لإمكانية تصديره خارج ليبيا. الورشة التي جرت بطرابلس حظيت بمشاركة عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة في تطوير المنتوج الزراعي لمناقشة تطوير جودة زيت الزيتون وتقنيات جني ثمار الزيتون وتأثيرها على جودة الزيت. كنا مشاركين بعون الله في ورشة العمل حول تحسين جودة زيت الزيتون. طبعا ورشة العمل هذه بتنظيم من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع قطاع الزراعة طرابلس وفي قاعة الشركة العامة للمطاحن والأعلاف. طبعا مشاركتنا بتقديم عرض تقديمي على دور مركز تنمية الصادرات في تحسين جودة زيت الزيتون. وطبعا البرنامج العلمي فيه مجموعة من المحاضرات المهمة اللي هدفها الأساسي اللي هو تحسين جودة زيت الزيتون للارتقاء بمنتج زيت الزيتون من يعني ابتداء من المستهلك للوصول إلى التعبئة والتغليف والتخزين ولما لا الوصول به لكميات تصديرية لغرض التصدير إن شاء الله. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خارجية الوفاق تشكو قصف الفرناج لمجلس الأمن ومطالبات رسمية للبعثة بتحمل مسؤولية حماية المدنيين. خلافا لرواية المسماري، أمريكا والبعثة الأممية تؤكدان أن القصف نفذته طائرة تابعة لحفتر واستهدفت مدنيين. قوات الوفاق تتقدم في محاور الخلاطات والخلة، وسلاح الجو يستهدف تمركزات مسلحي حفتر في محور اليرموك. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت libyaalahrar.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.